موجودة. اليوم رح نحكي عن الأجهزة اللي أنا شريتها من LBE Company، من أجدد والأجهزة المتطورة كلها بالعصر هيدا اللي عم نعيشه، التجميلي والطبي. ورح نفرجيكم بعد شوي بالريبورتاج شو هن أهم المكانات اللي بتساعد لتنشيط الكولاجين وتخفيف الشعر الزايد بالبشرة، وأكيد بدون مشاكل سلبية مثل حرق الجلد اللي كنا نعاني منه بأجهزة من قبل. وبنفس الوقت شو التقنيات الجديدة اللي بالأجهزة تنظيف البشرة والمواد الجديدة اللي عم نستعملها بهيدا العصر لكرمال أكيد نعطي نضارة وصحة حلوة للجلدة ونعطيها تجديد خلايا من الكولاجين لتحفيز المي وأكيد تنشيط الخلايا اللي فيها. فاللي رح نبلشه اليوم رح نبلش عن مكنة اسمها SHR اللي هي سوبر هير ريموفل. هاي المكنة من أجدد المكنات الليزر المتطورة بالعصر هيدا الإيرا أوف ستاتيك ميديسن، ورح نحكي عنها ليه هي أفضل من غيرها ومين إيجابياتها بالعلاجات الجلدية. المكنة الثانية اللي حنحكي عنها اللي هي الفوكس ألترا ساوند، هاي الماشين كمان بتساعد لتحفيز الكولاجين بالجلدية ولا سماكة البشرة، وأكيد بالتالي بتعطي شبه شد للوجه، بس أكيد نحن هون هيد كلها علاجات يعني لتأخير العمليات الجراحية. فنحن هون بدنا نحكي عن كل هالتطورات الجديدة اللي بدنا نفرجيكم إياها، وأكيد بدي فرجيكم أنا قديش عم يستفادوا زباين اللي عندي من كل هالعلاجات المتطورة، مثل حتى حقن غاز الكربوكسي ثيرابي اللي هو غاز لتخفيف الهالات السوداء حول العيون، لتخفيف السكتش مارك، لكمان تصحيح الندب اللي بتصير بعد حب الشباب والندب اللي بتصير حتى بعد جراحات عمليات الولادة أو عمليات عن جنرال، يعني أي شيء عمليات جراحية تامة. حنحكي شوي عن الأندياد ممكن لإزالة التاتو، حنحكي شوي عن ليزر دايود وفائدتها بالشعر مع الفوائد اللي بتستعمل كمان للفاريز لفاريز الوجه، ورح ناخذ كمان بعض السلبيات والايجابيات اللي بتصير خلال العلاجات الخاطئه، وليه كثير من المهم انه اللي عم يشتغل على هيدا المكانات يكون ذو الاختصاص واكيد ذو الخبره والسكيل المضبوطه.